في موضوع هسه الاستاد، الكارثه اللي حصلت في استاد هسل في بلجيكا. بلجيكا ما كانش ليها دعوه بالماتش ده، بتستقبل فريق من ايطاليا وفريق من انجلترا، ولكن هي اللي منوط بيها تامين المباراه. حصل ايه بعد الكارثه اللي حصلت في استاد هسل؟ تم منع اللعب على الاستاد نهائيا، مش عارف 3 أو 5 سنوات او 3 سنوات نهائيا على الاستاد اللي حصلت فيه الجريمه او حصلت فيه الكارثه دي. طيب مين اللي طلع القرار؟ الاتحاد الدولي او الويفا او الويفا او الاتحاد الاوروبي. الانديه ليست اقوى من اتحاد الكره المصري، فبالتالي الاهلي لازم يذهب للقنوات الشرعيه، لان النادي الاهلي معرفنا انه نادي منظم، مجلس ادارته بيعرف في اللوائح والقوانين ولا يمكن ان يتعدى حدوده اللي ان هو يروح للتظلمات، يروح للاتحاد الدولي. منع كل فرق النادي الاهلي من انها تلعب في بورسعيد اي نشاط رياضي. اذا المفهوم عندي هو رفض الوجود في بورسعيد وليس النادي المصري وليس مباراة كرة القدم. الحقيقة نكون منصفين، ان اتحاد الكرة المصري كان في حاجات بتحصل انقح من كده. يعني كان في جمهور بينزل الملعب، كان في جماهير بتخترق الملاعب، كان في يفط موسيقى بطريقة رهيبة. عمرها ما قلنا ان الجمهور الاهلي يلعب 4 مباريات بدون جمهور. فهل فيها توازنات؟ انا من وجهة نظري القصة فيها توازنات. يعني اجي على ده شوية واجي على ده، عشان ده لو اتكلم يبقى ده انا مدي ده وانا مدي ده.